وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق. سعادة السفير، يعني بعد التحية، يعني في توقيت بالغ الحساسية يعني يتم عقد مباحثات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الصومالي، كيف تقرأ هذه الدلالات الهامة وما بين سطور هذه الزيارة؟ يعني هو مصر دائما كانت داعمة للصومال منذ استقلاله، يعني وكان في دائما علاقات خاصة على أساس أن موقع الصومال تقريبا يعني أخذ مساحة ضخمة جدا على سواحل القرن الأفريقي. نعم. وأيضا ده في مدخل خليج عدن وباب المندب، فالصومال يعني لها وضع استراتيجي مهم للغاية. ولكن للأسف منذ عام 91 وهي تعاني من مشكلات اضطرابات داخلية. إقليم صومالي لاند أعلن من سنة 1991 أن هو استقلاله، ولكن لم تعترف به أي دولة حتى الآن. مذكرة التفاهم اللي وقعتها إثيوبيا ده مقابل انها تدفع مبلغ معين لاستئجار ميناء وقاعدة عسكرية عشان يبقى لإثيوبيا اسطول بحري. ويبقى ده احد المخارج، لان لها مخرج للتجارة الخارجية من اريتريا ومخرج من جيبوتي، وتتوسع يبقى لها مخرج اخر من عن طريق صوماليلاند. هذا معقد المذكرة مع السلطة الموجودة في صوماليلاند بيعتبر اعتداء على سيادة الحكومة الفيدرالية في مقديشو، لأن الصومال دولة واحدة فيدرالية، لا يجب أبدا أن إثيوبيا تتخطى الحكومة الاتحادية وتوقع اتفاقية أو مذكرة، عفوا مذكرة تفاهم مع إقليم انفصالي غير معترف به غير معترف به دوليا. يعني ده مشكلة، ولذلك مصر والجامعة العربية بتؤيد الحكومة الاتحادية الصومالية في موقفها، وبالتالي الزيارة بتعبر عن الدعم السياسي المصري والدعم الفني، لأن احنا بنقدم للصومال مساعدات فنية في مجال التدريس ومجال المهندسين هندسة والمجالات التدريب هنا في مراكز مختلفة، سواء المركز المصري الدولي للزراعة أو في المستشفيات أو غيرها من الأماكن، عن طريق بتتولاه الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية المستدامة. فبالتالي التعاون مع الصومال هو ده يعني شيء أساسي، وبنحشد الدعم من جانب الدول العربية، ونأمل أن إثيوبيا لا تعترف بالحكومة الانفصالية في صومالي لاند. إذا كانت هتعقد المذكرة مقابل الاعتراف ومبالغ معينة تدفعها، فلا داعي للاعتراف، لأن ده هيسيء للعلاقات بين دولتين جارتين، وأيضا يسيء للصورة الأفريقية اللي بتحافظ على سيادة واستقلال الدول الأفريقية. نعم، يعني بعد الإعلان عن هذا الاتفاق بما يسمى اتفاق ميناء بربرة، كان هناك يعني اجتماع طارئ على مستوى وزراء الخارجية العرب، وكان هناك نوع من أنواع التوافق الكامل بين 12 دولة عربية، وكان يعني الهدف من الاجتماع هو الرد الفعل العربي السريع على هذه المذكرة وهذا الانتهاك الصارخ لدولة الصومال. كيف تقرأ ردود الفعل العربية؟ يعني الصومال دولة عربية، وبالتالي من واجب الدول العربية كمجموعة إقليمية في تنسيق بينها في السياسات وتنسيق في المواقف والمحافظة على سيادتها، لأن احنا بنشاهد في العالم العربي أزمات متعددة بتهدد بانقسامات في عدة دول، عندنا السودان، عندنا ليبيا، عندنا سوريا، يعني هذه الأزمات لا يجب أبدا أنها تؤدي إلى تهديد كيان الدولة واستقلالها ووحدة أراضيها. فمن هنا ده المبدأ اللي الدول العربية أيدت فيه، أو يعني 12 دولة أيدوا في موقف الصومال، أن المذكرة اللي وقعتها إثيوبيا دي اعتداء على سيادة الصومال وتهديد بتكريس عملية انفصال إقليم صومالي لاند أو أرض الصومال. وده مبدأ لا يجب أبدا أن يسود بين الدول
حتى يسود السلام، لأن ده هيؤدي إلى خلق مشكلة كبيرة في منطقة القرن الأفريقي. نعم، يعني تحدث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا المؤتمر الصحفي بأن الصومال هي دولة عربية، ويعني وجب يعني الحفاظ عليها والتنسيق والتعاون معها إذا مسها أي ضرر. كيف تقرأ ما بين سطور هذا الحديث الرئاسي وأيضا الحديث عن ميثاق الدفاع المشترك؟ يعني هو ده دعم للصومال، لكن هو المشكلة ان ما فيش يعني اعتداء عسكري او اعتداء من نوع مادي يعني على من جانب اثيوبيا على الصومال، ولكن هو اعتداء سياسي، فبالتالي بيواجه بنفس الاساليب السياسيه. نعم، ولكن يعني في اطار هذه المذكره التفاهم الغير شرعيه والغير قانونيه، يعني من بعض بنودها هو شن قاعده عسكريه على ميناء بربره مباشره على البحر الاحمر. هو ده الاختراق لسياده الدوله اللي هي الدوله الاتحاديه للصومال، ان هو بيقيم قاعده عسكريه بدون اذن الحكومه الاتحاديه. فده طبعا محتاج للدعم وحمله، يعني مش بس الدعم، يعني وحمله دوليه سواء في داخل الاتحاد الافريقي، يعني حصل في جامعه الدول العربيه وكنا نامل ان يكون التأييد اكبر من ذلك، ولكن ربما في اطار الاتحاد الافريقي، ايضا في الامم المتحده، في مجموعة عدم الانحياز حاليا اللي موجودة في أوغندا، كامبالا. نعم، كامبالا أيدت أيضا هذا الموقف، لأن ده يعني اعتداء على سيادة الدولة. فلماذا ده كان تعقد اتفاقية مع حكومة مقديشيو، الحكومة الاتحادية وليس حكومة انفصالية؟ فمن هنا يعني التأييد يجب أن يكون شاملا، ما يكونش بس تأييد في إطار المجموعة العربية، لا، العربية والأفريقية وعدم الحياز والأمم المتحدة أيضا. نعم، السفير رخا أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا جزيلا لك.